عسلامة ومرحبا بكم في بنت اليوم باش نشوفوا مع بعضنا اون روسيت سهلة. المكونات عندكم في الدار: التفاح، عندنا الفرينة بيان سور متاع وردة، شوية زبدة، شوية سكر، وكهو فوزافي ان ديسير طيارة على الاخر اللي هو لو كرومبل اللي بالتفاح. واول حاجة باش نعملها خاطرش نزيدوا شوية بنة، باش نعمل لكم ان كراميل. كيفاش يتعمل الكراميل؟ عندنا سكر، عندنا دونك 100 غرام سكر باش نحطو شويه بشويه في المقله، وكل مره تبعوا معايا مليح امان الغوسيت تاع الكراميل خاطر تصلح لكم في لي غوسيت الكل. ريت هوني حطيت اون بوتيت كوش نتاع سكر وباش نخليها تذوب، اونتخ تون باش نخرج لا كريم فريش نتاعي من الفريجيدير. فوالا نخلي السكر نتاعي يذوب، عندي 100 غرام سكر، عليه باش نحط 200 مليلتر من الكريم فريش ليكيد ديليس هذايا. هوب لو طون اللي السكر نتاعي نخليوه فرانشمون سله سله باش نقص التفاحات نتاعي دي مورسو مش كبار مش صغار متوسطين. الوغ كيف من هكا كيف تراو الكراميل قاعد يتفرم، معناها السكر قاعد يذوب، على لي بارتي هذوكم باش نزيد شويه سكر نقعد نتبع فيه سله سله. اونتخ تون التفاح نتاعي قصيتو، دونك باش نحطو في مول كيف من هكا يدخل للفور. الفور سخون في 170 درجة، وتوا باش نحط على التفاح هذايا شكارة سكر فلور دورانجي بل جوست باش نشيح يديا بالبابي اللي لا فوالا. شكارة سكر فلور دورانجي ريحتها بنينة وتعطي برشا بنة للكرامبل نتاعنا. تشوفوا مسهل الديسير هذايا راهو ساهل وبنين نموت عليه، وشيشة قرفة زادا كيف كيف. الكراميل نتاعنا قاعد يطيب، اون فوا عندنا الكولور هذيا المزيانه باش نجي نرد بالي ونصب لا كريم. فوالا من الاول سي نورمال باش يتلم كيف من هكا الكل، ذوبوه بشويه بشويه. هذاك سي جوست لو فات اللي احنا بردنا السكر فيسع فيسع بالكريمه، اما ذوبوه تبعوه مليح مليح باش نزيد جوست رشه ملح. اي فوالا ريتو كيفاش ولا عنا اون صوص كراميل بنينه ولونها مزيان، كراميل ذاب بريسك بكلو في وسطها. وتوا باش نجي تو سامبلومون نصبها على لي بوم نتاعي، التفاح نتاعي كيف من هكا. او لا لا صوص كراميل هذايا تنجمو تستعملوها في دي كريب، تنجمو تستعملوها في اي حاجه بنينه ياسر. وتوا نظف شوية. A tout de suite. للبات تاع الكرامبل نستحق أول حاجة 100 غرام متاع فرينة وردة للمرطبات. سهلة الغوسيت en fait، عندي 100 غرام فرينة، 100 غرام زبدة ديليس لازم نخرجها من الفريجيدير أو موان نصيف ساعة قبل ما نبدأ الغوسيت متاعي باش تبدأ ترية. عندي 100 غرام سكر زادة كيف كيف، رشة ملح كما قلت لكم انا نموت على الملح في الليبات الكل. وباش نزيد هوني 50 غرام لوز مرحي تنجمو تستغناو عليه في الغوسيت هذايا. دونك 100 غرام 100 غرام 100 غرام. خلطوا كل شيء مع بعضه تري فاسيل. وتوا الزبده بيان سور من عند ديليس كما قلت لكم خرجتها عندي وقيت ايدياتي نضاف خاطر هوني باش نخدم بيدياتي. دونك ترات مليح. وتوا باش نعمل اون سورت دو بات تبدا كي البات سابلي، معناتها رمليه نقولوا احنا، معناتها فريمون مش شاده روحها باش نحطها فوق الكرامبل نتاعي. فوالا هكايا لازمها تكون، دونك كلهم فات كعابر صغار. توا باش نجي نحطهم فوق الكرامبل نتاعي. دونك قلت لكم الفور نتاعي سخون في 170 180 درجه وباش يدخل لمده 30 دقيقه فريمون باش يوليو اكل لي التفاحات كونفي، والبات نتاعنا باش تولي حاجه تتقرمش من الفوق ياسر بنينه. وكان عندكم اون بول دو غلاس فاني ذكروني حطوها من الفوق تبدا روعه. اتو تسويت هذايا نصيف ساعه ونتلقاو. اي فوالا لو كرامبل نتاعنا طاب. اكل كراميل هذاك ما يسهلش عاود طلع، اما راهو باش يعطيه بنة اكستراوردينير كيما قلت لكم اون بتيت بول دو غلاس فاني فريز اللي تحبوا نتوما، وهكا يولي عندكم ان ديسير اكستراوردينير
ريتو مش برشا مكونات ما يتكلفش. افو تجوي توا جربوا الغسيت هذيا واعطيونا رايكم، جربوها افيك دوتر فروي، تنجموا تزيدوا الفازيت نتاعكم دي بتي مورسو تاع شوكولاته على الشلي في وسط الكرامبل في بلاصه الكراميل. يلا يا جماعه ما بقى لي كاين، باي باي اي على بروشين.